السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من لقاء خاص. لطالما تعالت كثير من الأصوات منادية نريد جيشا ونريد شرطة، ومع أن هذا مطلب لا يختلف عليه اثنان، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه عن أي جيش نتحدث؟ هل نريد عودة الجيش السابق إن كان ثمة جيش سابق، أم أننا نريد أن نؤسس لجيش جديد تماما؟ كتب في هذا الموضوع الدكتور فتحي الفاضلي الكاتب والمحلل السياسي، كتب مقالا مطولا في هذا الموضوع وتناوله بالتحليل والتفصيل، ونستضيفه اليوم معنا في لقاء خاص لنتحدث معه أكثر حول هذا الموضوع وحول المقال الذي كتبه في بداية سبتمبر من عام 2013. بداية نرحب بك دكتور فتحي الفاضلي. دكتور فتحي الفاضلي، يعني كتبت هذا المقال ربما قبل أكثر من سنتين. نعم. ما الذي دفعك بداية لتناول هذه القضية والكتابة بإسهاب، ربما قال كان طويلا نسبيا في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر قناة التناصح على هذه الفرصة الطيبة وعلى تغطيتها، قبولها لتغطية هذا الموضوع الحساس، وأحييك سيد عبد الرحمن وأحيي طاقم التناصح والمشاهدين الكرام. حقيقة كما ذكرت أستاذي، كتبت هذا المقال في سبتمبر 2013 قبل ما يسمى بعملية الكرامة، فكل ما سنذكره بإذن الله في هذه الحلقة ليست رد فعل لعملية الكرامة، والتي أنا لا أخفي عدائي السياسي والعسكري لها، يعني واعتبارها إحدى مآسينا مرة أخرى قبل تلك العملية، وبالتالي هذا الطرح للوطن ومن أجل الوطن وللجيش وليس كرد فعل لتلك العملية. ما الذي دفعك لكتابة هذا المقال؟ نعم، هو المقال تحت عنوان الجيش، الجيش طبول لم تقرأ بعد. الناس في بداية الثورة، بداية الثورة 17 فبراير، بدأوا يتحدثون عن ضرورة وجود مؤسسة عسكرية تحفظ الأمن والأمان في الوطن، وهو طبعا مطلب جيد ومطلب واقعي ومطلب حقيقة وضرورة أيضا وضرورة. وكان هناك مثلا هم الجيش التونسي كان عنده موقف جيد في بداية الثورة وفي حماية الناس، وكان يعني تعامل بحضارة مع شعبه، وظهرت صور كثيرة تظهر الضباط وجنود التونسيين يتعاملوا بمعاملة جيدة. الناس بدأت تستشعر بضرورة الجيش، واختفاء الثوار والشباب الذين يحملون السلاح ومظاهر التسلح في الشارع وما إليه بدلا من هؤلاء الشباب، فظهرت نغمة تقول إن لماذا لا يكون هؤلاء الثوار وخاصة زملائهم الذين أبناء الوطن دفعوا دمائهم، لماذا يكونون هو الجيش؟ لماذا لا يكونون هم نواة الجيش؟ الجيش. قبل أن نتطرق لهذا السؤال الذي يعني ربما هناك شيء من التفصيل حوله، انتقدت أنت في بداية مقالك موضوع التسرع في بناء الجيش. نعم. يعني ما الذي تقصده بذلك؟ نعم سيدي الكريم، تسرعنا في الانتخابات، تسرعنا في فتح صناديق الثورة، قام بها شباب وفتحوا صناديق الاختراع لكل من هب ودب، ووصل من وصل إليه من ناس يدعو إلى التقسيم، وناس يدعو الفيدرالية، وناس يدعو لإعادة النظام السابق. كان خطأ التسرع لا أريد أن يحدث في بناء الجيش أيضا، أريد التروي وبناء جيش وطني على قاعدة جديدة، لأن سيدي الكريم التسرع في هذا الأمر سيعود بنا إلى الجيش السابق الذي سنتحدث عن بعض ممارساته الغير مقبولة على الإطلاق. كانت نغمة الثوار يشكل نواة الجيش الجديد قابلها نغمة الكفاءة، لا يملكون الكفاءة ولا يملكون الخبرة وما إليه. نعم. وهذا نعم. فعلا هي هذه النقطة. في تلك الفترة كما أشرنا تعالت النداءات المطالبة بضرورة تواجد جيش وشرطة نظاميين. نعم. من أجل عودة الحياة والدولة إلى سابق عهدها، وأفضل من سابق عهدها بالأحرى. هنا طرح السؤال، من هو هذا الجيش؟ وحدث الجدال، هل هم الثوار
فنشأ الانتقاد بأن لا، الثوار ليسوا منضبطين، نعم، عشوائيين، ليسوا مدربين، وخرجت الموضوع المهنية. المهنية، نعم. ما اعتراضك على هذا الموضوع؟ يا سيدي الكريم، كان دائما الجيش نريد جيش جديد بمهنية، ممنوع الغياب والضبط والربط، ستعود الرواتب وإعادة هيكلة الجيش، ماشي، وعودة الجنود والضباط السابقين في الجيش، ماشي، لأنهم يمتلكون المهارة القتالية ويمتلكون الكفاءة وما إليه. كان الجميع يتحدث عن جيش من الجوانب المهنية والإدارية، وللأسف الشديد، للأسف الشديد لا تسمع نغم الأهم، الأهم من كل هذا، ما هي طبيعة الجيش الجديد؟ ما الذي تقصده بطبيعة الجيش الجديد؟ الطبيعة، الرسالة الجيش، رؤية الجيش، مهام الجيش، مهام القوات المسلحة، مهام المؤسسة العسكرية، رؤيتها، رسالتها، دورها في المجتمع، هذا لا يتحدث عنه الجميع. يتحدث عن ربما لأن هذا شيء مفروغ منه، يعني دور الجيش هو حماية أمن الوطن والمواطن من الاعتداء العسكري، إضافة إلى دور الشرطة هي أو المؤسسات الأمنية حماية الأمن الداخلي للبلاد. هذا من الناحية النظرية صحيح، الجميع يتفق على هذا، لكن الواقع يقول غير ذلك. حقيقة قبل أن أقول لماذا الواقع يتحدث، الواقع يخالف ما ذكرته سيد عبد الرحمن، دعنا نسرد بعض إيجابيات في سريع لجيش القوات المسلحة. هناك أبناء ضباط قوات مسلحة الليبية في جميع القطاعات، مواطنين شرفاء شاركوا في 17 أشهر، وأيضا حاولوا إيقاف وإسقاط النظام الطاغوتي السابق، آدم الحواز، موسى أحمد، انقلاب 1975، انقلاب 1993، محاولات عديدة من القوات المسلحة لإيقاف الطاغوت عن جرف. هناك شرفاء كثيرين من الضباط، هناك ضباط، يعني مشاركات إيجابية للقوات المسلحة كثيرة، ولكن بعيدا عن العاطفة وبعيدا عن الحقيقة، ما الذي قدمته القوات المسلحة الليبية لليبيا؟ أي انتصار حققت؟ أين الكفاءة في تشاد، في حرب تشاد؟ ربما في بداية 83 كان هناك انتصار عسكري على تشاد غير الموحدة، بمساعدة تشاديين دخل الجيش الليبي إلى إنجمينة، ثم انقلبت بسيارات تويوتا وهزمت. نعم، سنعود إلى هذه الأحداث نقطة نقطة، ولكن نريد أن نفهم في البداية الفكرة التي تنتقدها أنت وتطرحها. هل تريد أن تقول بأن الجيش السابق لم يكن أصلا مهنيا، أم أنك تقول أنه كان، مع أنه مهني، ولكن طبيعته، هويته، عقيدته كانت هي موضع الداء؟ أيضا جانب القتالي، يعني هو جاء طبيعته ورسالته غير واضحة، يعني الجيش الليبي، أذكر القوة كقوة، قوة مسلحة كلها حقيقة، أتحدث عنها كالمؤسسة، القوة مؤسسة العسكرية. بعض الناس تقول لا، القوات المسلحة بروحها والكتائب الأمنية بروحها ومش عارف لا يا أخي، هذه هي القوة المسلحة، القوات المسلحة في ليبيا تحت أي مسمى يفترض أنها كفؤة، أي كفاءة. يا أخي الكريم، في 76 رأينا دبابات ومدرعات نزلت في شوارع ليبيا تضرب في الطلبة، رأينا قوات مسلحة تحمي في أعواد المشانق للطاغية، رأينا القوات المسلحة الليبية في الاستعراضات، دبابات وطائرات وما إليه في استعراضات العقيد، رأينا القوات المسلحة تهزم في حربها مع مصر في 76، تهزم في تشاد، تهزم في أوغندا. سيدي الكريم، طيب، أي كفاءة، أي مهنية؟ رأينا الشباب الثوار يقاتلون كتائب أمنية يفترض أنها شرسة ومدربة بأسلحة وما إليه، والثوار يعني انتصروا. أين الكفاءة؟ أين المهنية؟ أين القتالية أصلا؟ حتى نقول نريد الجيش السابق المهني الخطير، ما أصلا جميع الدلائل. أفهم منك أن موضوع طبيعة الجيش وهويته هي أهم من موضوع المهنية والأمور الفنية والقتالية إلى آخره في الجيوش، ومع ذلك لم يكن الجيش السابق مهنيا ولا إداريا، ولم تكن طبيعة يعني من الناحية الفنية مؤهلا بسبب الإخفاقات. لو تحدثنا أكثر في هذا الموضوع، أنت ذكرت كثير من الأمثلة في الحقيقة، يعني قلت في مقالك أذكر الجيش الليبي، لا أذكر الجيش الليبي إلا في طوابير الاستعراضات يحتفل به الطاغية من حين إلى آخر ويخوفنا به. ما الذي تريد أن تقوله هنا؟ يعني لا مهنة له، يعني جيش قوات مسلحة كل سنة نراها مثلا صفوف من الجنود والضباط، واحدين لابسين خرق خضر، واحدين لابسين قبعات صفر، واحدين لابسين قبعات حمر وبيض وسرق ودبابات، ويجروا بالعقيد ويضربوا في التحية وخلاص. لا يوجد أي انتصار على الإطلاق، لا يوجد، بل بالعكس، كانت أعصاء في يد معمر القذافي، كانوا لحماية النظام،
كانوا وإرعاب الشعب أصاف يد معمر ضد على ذكر معمر القذافي أيضا ذكرت بأن نتذكر طوابير المقاتلين الليبيين بمختلف مسمياتهم العسكرية وألوان بالذاتهم وهم يهرولون متجهين بوجوههم نحو القائد. نعم عند المنصة ويقولوا هيك ويضر التحية ويعيطوا وحاجة كفر، ولكن لم نرى شيء. رأيت القوات المسلحة الليبية للأسف الشديد في كتيبة محمد لنقاري في الفرقة 219 والتي تفعل ما فعلت ما فعلته في خشيبة يعني. رأينا أيضا أستاذ الكريم قوات مسلحة تقمع في أفرادها ويعدموا فيهم في المعسكرات لما يديروا في الانقلابات على معمر القذافي، يعني بصراحة حاجة شيء لا يشرف. في 1975 21 ضابط في نفس الليلة قتلوا في معسكراتهم على أيدي كتائبهم بأيدي بل أقربائهم وأصدقائهم. أي قوات مسلحة وأي كفاءة نتحدث عنها وأي جيش نريد أن يعود لم يحمي حتى معمر أصلا، لما الشباب طلعوا بلانية أسقطوه. يعني لابد أن نكون واقعيين، لابد أن نكون واقفين. مرة أخرى لا ننسى أن هناك شرفاء وضباط وشجعان واشتركوا في الثورة، لكن بصفة عامة كجيش يمثل الوطن لم نملك يوما ما أي من هذه الجيوش. القوات اللي قتلت 21 شاب في بنغازي في 2006 17 فبراير، قوات مسلحة مدربة تحت جيش كتاب أمني ما نعرفش، المهم قوة المسلحة الليبية قتلت 21 شاب علشان مبنى فاشيستي ممسخ ما متأجراش بعشرة جنيه أنت يعني. والمؤمن عند الله أشرف من الكعبة، أهم من الكعبة الشريفة يا راجل. تمشي تقتل عليه 21 روح في يوم واحد علشان قنصلية إيطالية معفنة، حتى للأسف جت القنصلية الإيطالية اللي استعمرونه ودمروا سلسبيله عروقنا ومش عارف إيش يعني. تصور علشان نزل العالم الإيطالي، بينما احمد قذافي الدم اول لمس محول علم الاستقلال، والحمد لله ربي مره اخرى نذكر ان حفظ علمنا من ان يتنزش بان يجلس امام معه احمد قذافي الدم. لكن شوف اي قوات هذه يا سيدي، القوات اللي قتلت الشباب المسلمين مش قوات مسلحه مدربه، ما يهمنيش انا تحت اي مسمى، امنيه عسكريه مخابرات، هذا قسم قوات ليبيه مسلحه دخلت على مسلم وقتلت 1270 بني آدم. إن شاء الله استغفر الله العظيم ملحدين، جريمة، فما بالك ليبيين ومسلمين وعرب ربما هذا يتعلق بدون سلاح، ربما هذا يتعلق هؤلاء الناس كلهم بضمير هذا الجيش وبدوافع أفراده وبهويتهم أكثر مما يتعلق بالمهنية. نعم. نحن نريد أن نركز على الموضوع. أريدك أستاذي بعد إذنك حتى لا أنسى، هل اللي اشتركوا في كل هذه الأعمال يحق لهم أن يكونوا في الجيش الجديد؟ هل الرتل اللي اتجه البنغازي بينسف سلسبيله ويحرقها ولا لا؟ هل الان اذا في افراد منهم حيين يقول لك والله نبوا الجيش القديم الكفاءه، اي كفاءه انت ماشي تدمر لي في مدينه؟ الان في اصوات اوصلتهم ثوره 17 فبراير الى اعلى مصادر صناعه القرار السياسي، اعلى مواقع القرار السياسي ثوره 17 فبراير وضعت اشخاص نساء ورجال، هؤلاء نساء ورجال يقول لا يا راجل اتقوا الله، الرتل اللي كان ماشي المغازي لم يكن بنيته الدمار، لا كان عنده زهور وأطور ما شاء الله برشه، وكان عنده يعني بيدير حدائق وبيدير مكتبات وبيدير مراكز للمعاقين ماشي، وبينظف المدينه ويدير افراح يعني الصواريخ اللي معاه الصواريخ اللي مع الرتل والدبابات والار بي جي والقوات هذه. مع ان سيف القذافي خرج قبل ذلك ب 48 ساعه يقول يعني قبل خروج قرار مجلس الامن. نعم 48 ساعة على مشارف مدينة وكنا قال على مشارف تل أبيب يعني سوف ينتهي الأمر، ونحن بعد 48 ساعة الأمر محسوم وكذا. أستاذ عبد الرحمن الدليل الآخر الأرتال التي وصل، على فكرة حتى لا ننسى كان هنا رتل آخر موازي مشي طبرق بيحرقها. مش عارف الآن أهل طبرق الكرماش رفاش يجعل أن نعزهم ونقدرهم ونحترمهم ألا يتذكروا هذا، أن هذا الحفتر وهذا الآخر ومعمر يعني تدمير مدينة طبرق. كيف السلام عليكم، الرتل كان ماشي لطبرق ورسل كان ماشي البنغازي، لكن الله سبحانه وتعالى له رسالة أخرى. الأرتال التي وصلت إلى الزاوية ماذا فعلت في الزاوية؟ تقول لي هذا الرتل ماشي البنغازي شنو بيحجب على الأطفال ولا بيرطح ولا لا بيحمي المدينة ويحتضنها؟ الأرتال التي وصلت لزوارة، الأرتال التي وصلت للزاوية، الأرتال التي وصلت لجدابية حرقتها، الأرتال التي جزء الرتل اللي ماشي البنغازي جزء منه وصل على مشارف بنغازي. شوف كم قتيل في ساعة، يقال 150 في ساعة واحدة، 150 ليبي سقطوا بس على مشارف مغازي قبل أن يأتي الله سبحانه وتعالى يسخر جنوده ويدز يعني. سيدي الكريم هؤلاء الناس اللي اشتركوا في حصار الزاوية قتلوا حرقة حصار زوارة واليرموك واللي حرقوا الشباب في اليرموك والقوات اللي قتلت واحد وشير القوات اللي قتلت وحرقت والأرتال ومتعين خشيبة، هذه سميها قوات مسلحة يسمح لهم بدخول الجيش الجديد؟
يعني هذه كارثة الكوارث سيدي الكريم. ولذلك ما هو الجيش الذي نريد؟ طيب هذا السؤال سأطرحه عليك، لكن دعني أعود إلى موضوع المهنية. أنت انتقدته حتى في موضوع الحرب مع تشاد، وقلت أنه لم يحقق يعني بالنتيجة أي انتصار، لكن فشل فشلا كبيرا حتى على الناحية المهنية والناحية الفنية القتالية. لو أوضحت ذلك أكثر لنا سيدي الكريم. الأسلحة اللي كانت عند القادة اللي في تشاد، الأسلحة كانت تحتل أفريقيا كلها بما فيها الدول العربية، يعني الدبابات الروسية آخر حدث، والطائرات والتبليف والعالم، يعني الأسلحة التي غنمها تشاديون واللي كانت مع الليبيين تحتل أفريقيا يا رجل. غلبوهم بتيوتات، سيارة عليها تيوتا، فأسمها معركة التيوتا، تيوتا وور، حرب التيوتا مسمينها هني في الكتب بتاعهم وكذا. وانتصروا طبعا. كيف يا أخي تفسر هذا؟ كيف تفسر تقول لي مهنية وجيش وقوات؟ 10,000 ليبي، من 8,000 إلى 10,000 ليبي دفنوا في تلك الصحراء، طلبة على جنود، على ضباط، على مهنيين، على أين الكفاءة؟ أين يعني الجيش؟ نبوا جيش الأول كفؤ مش عارف ايش. انظر إلى الجيش أو لمس الليثي، صار انسحاب من مجموعة من الليثي دخلوا، شوف الحرق البيوت والقتل، شوف الجيش اللي الآن ربما بالمناسبة حرب تشاد كان أحد قادتها خليفة حفتر، وهو الآن يقود حرب أخرى على مدينة بنغازي. نعم احنا لما ونفس الشيء نحاول نتجنب كلمة حفتر، ليش الناس يظنوا حفتر حفتر؟ نحن نقول حفتر لأفعاله مش لشخصه، كما كنا نقول معمر موسوليني هتلر، ليس لأن هذا معمر القذافي من سيرته لا هشتا، لأنه هو رمز لنظام أسود أنود، فهو احتقار أن نقول حفتر. كنا يعني أنا متأكد أن أي شخص يتمنى أن يذكر اسمه في الخير مش في الشر، يحسب أنتم مقولين دي ما تقولوا حفتر حفتر حفتر، مش بني ما نقوله. مسعود صالح هو رئيس العصابة هذه، فلا بد يذكر اسمه كرمز وكأداة للمخابرات المصرية، ليس تعظيم له ولا نعرفه أصلا، حتى ولا أقسم بالله لولا الصور ولا نية يخطم علي ما نعرفه، لا أهمية له. لكن عودة للموضوع، أين الكفاءة في أوغندا يا رجل؟ في أوغندا هي هزيمة شنعاء، أعوذ بالله من شر الشيطان. يعني ما قصتها؟ ما قصتها؟ ما تفصيلها؟ هذا يا سيدي الكريم القذافي يريد أن يساعد عيدي أمين تنزاني. عيدي أمين عسكري كيف القذافي، وشر وأشر حتى هو باهي، دار انقلاب على اللي قبله يوسف تقريبا، مبوتو ولا مش عارف معنى. ماشي الحال، وما فكر يوم من الأيام بيضم قطعة على حدود تنزانيا أن هذه أوغندية، هد عليها خذها، فهدت عليه تنزانيا كلها واحتلت أوغندا، قوات أوغندية وراه قوات تنزانية تدفع فيها، والقذافي داز ليبيين من المقاومة الشعبية ومن الجيش المنظم الجيش، ومعاهم مساكين شياب المقاومة الشعبية، قولهم عندكم وروكم إنجازات الفاتح القرواحة في وسط أضغال أوغندا، حتى الموز يشوفوا يعني الناس تح وقتلوا يا رجل، جدعت أنوفهم وأذانهم، ورميوا أحياء منهم في التماسيح في نهر كتنجا في أوغندا، وكانت معركة ضع فيها مئات الليبيين وأسلحة وغنائم وطائرات، مأساة أخرى تشبه المأساة الشاب على حجم برضه جيش ليبي، يظل جيش ليبي، وعطاهم عمر عطاه سلاح بصراحة. ربما يشهد لكلامك في موضوع أنه لم يكن هناك أدنى معايير للمهنية العسكرية في ذلك الجيش، أن ضباطه الذين يتواجدون الآن ويخوضون الحرب في بنغازي يهزمون شر هزيمة إلى حد اليوم. ليس ذلك فقط، أمام مجموعة من الثوار يعني سنتين ما دخلوش لأحياء يا رجل، تقول لي ضباط وطائرات وقوات مسلحة وجروش القائد للوطن، فضح عرق يعرقونا يا رجل. شوف الأحزاب اللي تجمعت أو لمس فرانسيس على التبو ولا لا، التبو غير الليبيين، أنا أحكيش على المعارضة السودانية، التشاديين مرتزقة ولا لا، كتائب التوحيد وكتيبة الدم ومش عارف اندر شنو، والسيسي وفرانسيس وعالم وجيش القبائل، وشوية قالوا من زنتان جو يا ولد عمي، وزدت وين الكفاءة والقوات ويهزموا أمام بضع عشرات من الثور. نعم. ناهيك عن الجيش الذي نبحث عنه، بس هذه الخطوة الأخرى إن شاء الله، ما تضربش مدينتك يا راجل، ما تقصفش مدينتك. هذه على صعيد الأخلاقيات، على صعيد الرسالة وعقيدة الجيش. نعم. يعني أنا أتمنى في القسم في الجيش، أقسم بالله العظيم، ألا أقاتل مواطني ولا أمد سلاحي لمدني ولا. طيب إذا السؤال، ماذا كانت عقيدة ذلك الجيش، يعني جيش القذافي وكتائبه الأمنية وقواته المسلحة؟
ما هي ما عقيدته؟ عصا يا سيدي كريم، عصا في يد النظام السابق، وعندهم عقيدة أوامر، أنا عبد مأمور. لا، ما نكش عبد مأمور، لما توصل في خط أحمر تقف، لما فيه وطنك ودمار مدينتك وقتل ناسك وحرق الناس في اليرموك وقصف، كارثة. تعرف في أحداث المقاتلة مع ضد الطاغية، لما كنا ما عرفوش نتنفسه، ما نقدروش نتنفسه في التسعينات من النفس الماضي. ممنوع حتى نتنفس، آخر عقيد ممكن أتنفس لو سمحت. خرجوا شباب قاوموا الطاغوت هذا، من دل عالم مدرستهم الفكرية، أنا مش معاهم، مش مع المقاتل، لكن كشجاعة وككفاءة خرجوا وقاتلوا وصادموا نظام طاغية أسود يخافوا يرعشوا منه. طائرات تقصف في كرسة وحرق الجبل الأخضر وعذب وقتل وكركر وفشخ، هل هذه مهام الجيوش؟ هل هذه مهام الجيوش؟ عصا في يد النظام، امشوا قتلوا لي المقاتلة، طاف امشوا قتلوا الثوار، طاف عدوا الرتل بنغازي هدمة، امشوا الجداب يحرقوها، هذا يا سيدي مش جيش. عدوا الاتشاد اندفنوا نصكم وتعالوا. هذه ربما أي جيش ربما تعامله هذا ربما تعامله مع مخالفيه وخصومه، فكيف كان يتعامل مع بعض أفراده والذي مثلا تحدث منهم مخالفات او تحدث منهم شيء من هذا النوع؟ ربما ضربت انت مثال بعبد السلام خشيبه. سيدي كريم، ما حدث لخشيبه يعني بصراحه، واليوتيوب موجود والعالم كله يستطيع ان يراه. حقيقه لو كتب كاتب قصه يعني كتب حادث خشيبه كقصه خياليه لقلنا هذا الكاتب مريض سادي. فنحن طيب. نراها في الواقع. طيب بالمناسبة يعني هذا الفيديو كما أشرت موجود، هو موجود لدينا، ربما السيد المخرج يعرضه لنا حتى نعلق عليه بشكل أوسع. وطعنا بالهرام.
أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، ونجد الترحيب بك. إذا كيف تعلق على مشاهد إعدام وقتل عبد السلام خشيبر؟ يعني والله يعجز الضبع والإنسان والبشر على وصف هذا. يعني هذا نقول لك صراحة، لو دول تأتي وتحتلنا بسبب هذا الشريط نقول أنتم شعوب غريبة أكلت لحوم بشر، والله يشرع لها الاحتلال. هذا معقولة يا رجل في القرن 21؟ بني أدمين مسلمين، نحن أصحاب رسالة المفروض يعني حضرية نعطيها للعالم، نغير نديروا هكاية في بني آدم في إنسان. ناهيك عن السبب، أنا مش ندوي عن السبب، مصيبة. مظلوم الراجل لو كان ظالم وقاتل، ها الراجل مظلوم، الإنسان مظلوم، لكن الرجل رجل يعجبك يعني، بارك الله فيه خشيبة. يعني فعلا أقول لك يا أخي الكريم، ضرب وسحل وطعن وذبح وركل وصفع وقطع وعلق في الشجرة كشاة، بينما أخذ الآلاف من أشباه البشر من أفراد الكتيبة يهتفون ويغنون ويهددون ويتوعدون بغضب وجدية وحماس، بينما تحولت فريستهم البشرية إلى بقايا جثة ممزقة مشوهة مقطعة الأوصال والأطراف، الرأس يتدلى من جذع الشجرة إلى الأسفل وبقايا الجسد إلى أعلى. كل هذا لأن الرجل دافع على عرضه وشرفه وسمعته. يعني أليس من حقنا أن نتساءل عن الفصيلة التي تنتمي إليها هذه المخلوقات؟ يعني هذا الجيش الليبي، هذه هي الكفاءة؟ هذه القوات المسلحة؟ نريد جيش. تبي جيش باش يمارس هذه الأمور؟ تبي جيش باش يحرق الجبل الأخضر، يحرق الكرسي، يقتل في بوسليم، يقتل في بنغازي، يقتل في الزاوية، ويدمر الزاوية ويغتصب. والله العظيم اغتصبوا من يسمى بكتائب أمنية ومن يسمى كذا، اغتصبوا بناتنا يعني، ومش مهم أي بنت، حتى بنت ملحدة في الإسكيمو مفروض الإنسان يتحرك له ويغضب له وكذا، فما بالك مسلمة في بلد مسلم، تقاليد وأعراف وعادات، وهمش رجال حتى في حروبهم، ما همش رجال تمشي ندزك المدينة تمشي تدمرها مزبوط، تقول نعم سيدي تمام سيدي والله أوامر، لا يا أخي الكريم لا. لذلك نريد إعادة بناء الجيش نهائيا من جديد يا سيدي. لفتت انتباهي عبارة قلت أننا نحن نحتاج إلى جيش يحمينا من هذه الجيوش. نعم نحتاج إلى قوات مسلحة تحمينا من هذه المخلوقات اللي يدور في خشبة. يا راجل تنتوش، عمر تنتوش هذا مش ضابط وحي ومازال ويقود ويمشي، كان يقرا في اعدامات لا اله الا الله 1993، الضباط الجدك وقروم والرجال اللي كانوا ادركوا سوء هذاك الرجل وبيقتلوا. يعني هل هذا من الضباط القوات المسلحه؟ هل ضابط في القوات المسلحه يقف لمجموعه مدنيه يخاطب فيها يقول نصفيهم بالدم يا قائد؟ ما هي مفاهيم الجيش؟ اين القوات المسلحه؟ اين المؤسسه العسكريه يا راجل؟ يعني عبء هذه يعني لابد من البناء، والبناء من الصفر. حتى مش عارف اشرت، انا نسيت هل اشرت الى ما يحدث في بنغازي الان، حرق بيوت ومش عارف اولياء الدم واحرق وكسر وحطم، وايش دخلك انت في الموضوع؟ ربما باعتراف من فرج البرعصي احد قاده عمليات الكرامه، يقول ان هذا يساعد على حقن على اللحمه الاجتماعيه الوطنيه والاجتماعيه وما اليه. لا حتى القوات اللي يسمى الجيش اللي داير جروشي ومضرمان ولا لا، تقصف المدينه تحرق في بيت وتقبض وتدير، واسست مؤسسات امنيه سنتحدث عنها قمع. سيدي كريم كلمه الجيش، هم يبررون ذلك بان هؤلاء خوارج أسر خوارج إن شاء الله. والله العظيم مش غير خوارج ملحدين، تحرق في بيوت وتدمر في ناس وتغتصب يا راجل، وتكركر في راجل فوق الشجر وتقطع فيه، أي مبرر تبي تجيب لي؟ بعدين عندنا محاكم يا ولد عمي، وعندنا شرطة ووزارة الداخلية اللي يدير حاجة شيلة، كانوا خارجي ولا سراق ولا بعيفة مخدرات، شنو احنا شنو غابة نحن ولا شنو؟ يعني شنو فكرة الجيش الذي يحمي الوطن، الجيش الذي يدافع عن الأرض والعرض، مش الجيش العصام تاع الاستعراضات والقتل. والله جني أوامر يا أستاذ، تكين أوامر لجنك يا رجل، تحرق مدينتك شنو فايدتك أمال؟ تقصف مدنك وتحرق، شنو هي المدينة التي لم تتأثر في ليبيا بما يسمى بالقوات، سواء الكتائب الأمنية سواء الجيش، أي مدينة؟ زوارة، خذها من زوارة لعند غريان لعند هون لعند ضروين، كلهن يدخلت لهم كتاب حرقتهن، مصراتها يا رجل اللي صار فيها سبحان الله. نعم. بنغازي درنا حوصرت راهو في 96 حصار، قوات مسلحة بتاع مدينة حاصرت مدينتها. كل هذا ربما كم طلقة، سمحني سيدي، كم طلقة أطلق الجيش الليبي على أعداء الوطن وأعداء الأمة؟ ما نعرفش، ما نعرفش، هزائم في مصر، هزائم في اوغندا، هزائم. هذا يوصلنا الى السؤال ربما الرئيسي في هذه الحلقه، وهو ما هو الجيش
الذي نريده؟ ما هي طبيعته؟ ما هي مهنيته؟ ما هي وظيفته التي يجب أن نطالب بها ونركز عليها؟ وكيف نبني هذا الجيش؟ واسمح لي أن أسمع منك الإجابة. نعم. ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل القصير أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نواصل هذا اللقاء الخاص. علاش طلعنا؟ انا مازال اوامر. انت تموت، انت تموت هنا، انت تموت في المكان الفلاني، تطلع من هنا، تطلع من هنا، ما في، بتقول لا اعدام. خط رسمتها على ورقه في سبها وعدت ماتت من اجل الناس فيها. ما ترحم من خان يا قائد، شنق في الميدان يا قائد. ما ترحم من خان يا قائد، شنق في الميدان. ايه شنقناهم عليها. شوف من رحمهم اللي قانوا. خلاص يعني توا تسمع يا ابن ادم، وتوا عندنا اسكت استراحه 10 دقائق تنظموا فيها حاكم. بلاش ينتم الكلام اللي بقوله. لا الاستراحه ما زال ما تبداش ينتم الكلام. بعدين نلقاكم صفوف يقدر الواحد يمر في وسطها، وانا بروح نتعرف على وجوهكم من وانتم. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من لقاء خاص التي نستضيف فيها الدكتور فتحي الفاضل الكاتب والمحلل السياسي، ونتحاور معه حول مقاله بخصوص تأسيس الجيش والشرطة، وعن أي جيش والشرطة نتحدث وما الذي نريده تحديدا. مرحبا بك دكتور فتحي مجددا. كنت سألتك قبل الفاصل حول ما هي إذن المعايير والأخلاقيات التي نريدها في الجيش الليبي المرتقب والتي نسعى إلى تأسيسه وبنائه. نعم أستاذي الكريم، قبل هذا اسمح لي أذكر نفسي وأذكر مشاهدي الكريم أن هناك إيجابيات كثيرة في أبناء القوات المسلحة. هناك من ضحى، هناك طائرات هربت في هذا المعمر، رفضت قصف مدن وقصف أشياء. هناك قوات مسلحة اقتحمت، اجتازت الحدود الليبية وقاتلت مع مصر في 76 وحطمت أوامر القادة في ذلك الفترة. ماشي، هناك ناس حاولت أن تقف الطاغوت، ماشي الحال. هناك ناس رفضوا كثيرين جدا من القوات المسلحة، أبناء الشريفة، جنود وضباط وعرفاء رافضين. نحن نتحدث عن الجانب الواقعي الذي يهم مستقبلنا. نحن مش بس النقد، النقد البناء، النقد البناء. لكن الكتلة التي بقعت مع معمر ودارة الأعمال اللي ذكرناها يا أخي الكريم، هذا من الجيش، هذه عصابة في يد هذا الرجل، وعاودوا جيش معمر ونبوا جيش معمر. اي تتذكر الرجل اللي في البرلمان يقول الحمد لله الان جيش معمر شن فيها كان عاود ولا لا؟ وش اسمها تقريبا احد قاده الكرامه قال يسامحوهم ويردوا، لان فكره الجيش في عقولهم فكره واحد يعرف يقاتل. هم اصلا ما يعرفوش اتفقنا وهزموا في اوغندا ومصر وتشاد وضربوا الليبيين وشباب ليبيا، الشباب اللي يقولوا عليه مكياطه وسرواله طح هزمهم ولا لا؟ ربما المعيار هو جيش يسيطر على شعبه، جيش يسيطر على شعبه ويقمع، لذلك لابد ان نقفز قفزه نوعيه في كلمه شنو معنى الجيش والمؤسسة الجيش. نقطه يا اخي الكريم لم انساها حتى يومنا هذا، كنا نتدرب تدريب العسكري العام، كنت في معسكر ترهونه الاساس، خليفه في معسكر ترهونه، كان نائب العريف يقول لنا، يحدثنا على الامر والاوامر، يقول لو الله، استغفر الله عليه السلام، لو الله طلب إذن للدخول للمعسكر وما معش أمر، ما معش إذن، لا أسمح له بالدخول. كان يقول في وعد بالله جلبية، تخيل، قلت والله لو ربي يجي وما عندش إذن أقسم بالله ما نخليه. هكذا كان عادي، كانت أخلاقيات عادي، أخلاقيات الجيش في التدريب، في التدريب عندما يدربون الشباب في التجنيد الإجباري. لا ويزمار ويخرق ويسحب وخرره، ولا لا عرفت الأساليب المتخلفة. هذه الكلمة ربما كلمة بلغت من الشناعة أقصى حد، يعني
نعم. فهل كان هذا تصرفا فرديا أم كان هذا شائع ما بين لا 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 الجيش؟ تواترت أكثر من مرة في أكثر من معسكر، لو كانت مرة وني لا أذكرها ولا أهتم بها، لكن عندهم عادي جدا، ربي داخل معسكر ما عندش إذن بالدخول، ما خشش ليش، ما فيش ثقافة. وبعدين كلامهم وأمر ما أمر، واقتل يقتل يا راجل، اقتل عبد الرحمن سيدي طابش، ما فيش عقيدة، ما فيش أشياء. إذن نعود إلى المعايير مرة أخرى، ما فيش حد يقول لي لا الجيش وحدها هذاك رئيس أبو بكر يونس والكتائب الأمنية وحدها والانضباط العسكري والحرس الجمهوري بروحها، كلها تحت مسميات القوات التي لها مهام غير مهام قمع الشعوب. كلكم قمعتوا الشعب الليبي جميعكم بدون استثناء، من المدرعات في 76 في ميدان الشجرة في بنغازي، شديرا غادي رصاص طاح به سقط به اثنين، لما يشنقوا في الناس من اللي يحرس؟ ضباط، موجودات الصور واليوتيوب، جنود وضباط، مش مهمتك انت، استعراضاتك وخلاص، دفنقي فارغ يا راجل. عصا في يد الأنظمة، عصا في يد الأنظمة بدون فكر بدون تخلف ولا لا. الآن ما هي القوات المسلحة؟ نعم هذا هو التي السؤال. نريد أخي الكريم، نريد جيشا يخاف الله سبحانه وتعالى. أنا لا أدري أني شيخ وتقي وخطير، وحتى أنا في بدايتي يعني يلا نصلي صلاتي بالهني ولا لا، لكن لما تكون جيش تختلف عني، لازم تخاف الله مزبوط، لأنك جيش بتحمي وطن، بتحمي أرض، بتحمي عرض، ماشي. ما تقدر الجيش مهامك الانقلابات، الغاء الدستور. هذه كثير من الناس يعترضون عليها، يقول انا لا يهمني انه يخاف الله او لا يخاف الله. لا، اذا ما خافش الله هذه النتائج. انا يهمني ان يكون منضبط وان يكون مهني وان يكون ممتاز. اذا نحن شعوب، اما يخاف الله هذا امر شخصي. لا اذا لا كجيش كمؤسسه مش تخاف الله، كيف انت ما تخافش الله؟ فيه تقتلني. شوف مصر، الجيش المصري يخاف الله لما يمزط في مواطنيه ونساء ورجال واطفال، يمزط فيهم ويقتل فيهم قدام الناس. لو قائد العسكري هذا او الجنود يعني عندهم رؤية، يقول أخي يرفض الأوامر، شو بيصير يعني؟ إن شاء الله والله إن نموت أنا ولا نقتل واحد، اللهم اجعلني مقتول ولا قاتل ولا يعني. يعني لابد من عقيدة الجيش. لا أتحدث، لما نكون عقيدة الجيش لا تعني على فكرة الإيمان، لا علاقة لها بالإيمان والإسلام، لكن عقيدتك أنت هي لها علاقة بمهامك. هل أنت دفاعي، الدفاع الوطني؟ الدفاع مش تقعد مهام الجيوش في العالم العربي، يا أما الانقلاب، يا أما حماية أنظمة طاغوتية فاسدة معفنة، أشخاص أفراد، يا أما إلغاء الدساتير، يا أما قمع الشعوب، يا أما طاووس للاستعراضات. يعني أنا حاضر كم استعراض في ليبيا دايرين معمر، مرة تقريبا 400 دبابة نتفرجوا باهي، شو بندير وحدين يجروا وخلاص، طائرات يقولون هيك وكذا، وما بالإضافة إلى هزم. مهام الجيوش لازم تغير. إذا نريد جيشا يخاف الله ويحب الوطن، يحب ليبيا. يعني معقولة أنا نحب ليبيا نمشي نقصف وباري ولا نقصف سبها ولا نقصف زوارة ولا بنغازي ولا درنوت؟ مستحيل، والله ما نديرها. وفي في فئات في نماذج فعلا هربوا بطائراتهم لما يستجيبوا لأوامر أمرهم القذافي بحاجة. واثنين رجال إلى اليوم أسماءهم موجودة، رأى على فكرة من زمان وما بعد الثورة، مش لكن يبدو أن هذه الفئات التي ذكرتها كانت قلة، كانت النسبة الغالبة، وإلا لما اضطروا للفرار والهروب. بالتأكيد كانت قلة للأسف الشديد، لكنهم أمثلة رائعة إلى اليوم. مرة أخرى قبل ثورة 17 فبراير وبعدها، يعني النماذج الرائعة هذه. بل في وحدين من المنطقة الغربية أمرهم القذافي بقصف مدينة بنغازي ولا لا؟ غرابة يعني ولا لا؟ ما موش هربوا المالطة اثنين الله يبارك فيهم، وشباب من طبرق أو شياب أو من طبرق يقصفوا في مدينة بنغازي اللي فتحت المربط المخرجات من الكلية العسكرية اللي في بنغازي على فكرة. يعني ما أسينا ما آسي. إذن الجيش هو جيش يخاف الله ويحب الوطن ويحميه ويحمي الناس، يحمي الناس يا رجل. لا نريد قوات تغتصب الشعب وتقتله وترهبه بحجة الضبط والأمر والأوامر والربط. نريد الجندي والضابط الذي يدرك أن دماء البشر أعظم قداسة من الأوامر. معقول الأمر أكثر قداسة من دماء الإنسان؟ والله أمر ما نقدرش. لا يا سيدي، دم الإنسان دم المؤمن أو غير المؤمن، حتى غير المؤمن ظلما لا ما تقدرش تدير هذا. الدم أكثر قداسة من الأوامر. الجندي تتحدث عن جندي، مش بس القائد، الجندي يربى داخل المؤسسات العسكرية على هذه الأوامر، يربى أثناء التدريب العسكري والأساسي على هذه القضايا، على هذه المعايير وهذه القيم. نريد الجندي والضابط الذي يرمي السلاح إذا تلقى أوامره من معتوه بقتل المدنيين من أبناء جلدتي ومن غير أبناء جلدتي. نريد الضابط والجندي الذي يقول إن هذه الأسلحة اللي في حوزة القوات المسلحة، إن هذه الأسلحة سواء مرة أخرى الأمنية وغير الأمنية، إن هذه الأسلحة والمدرعات والدبابات والطائرات والبنادق والقنابل والأحذية والحراب والصواريخ والخوذات
والتي دفع الشعب الليبي دمه لشرائها. ثروة الشعب الليبي أشترت هذه الأسلحة، لا يمكن أن تستخدم ضد الليبيين. نبذ جندي والضابط والعريف والنائب يقول لا 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 لا، انتظر يا أخي، هذه الدبابة الروسية اللي شريناها بندفع الوطن، مش خش الشوارع نمزط أبناء شعبي. الجندي مفروض يعترض، فما بالك عاد بالضابط والقائد واللواء والعقيد والأمور هذه. نريد الجندي الذي يؤمن بعقيدة الشعب ويحترمها ويحترم أعراف الليبيين وتقاليدهم وعاداتهم. مش خش يغتصب نساء، قذارة ما بعدها قذارة. أنت عندك سلاح وطن في معركة، يفترض أنك أنت في معركة في طرف من الأطراف، إيش يدخل الأطفال والشياب والنساء والاغتصاب والسكير وسرقة الذهب وسرقة الناس؟ أي عسكر كان عندنا، أي كفاءة، أي كفاءة يا راجل كان عندنا؟ نحن يا أخي في مأساة، في مأزق إنساني، في مأزق ثقافي، في مأزق اجتماعي، في مأزق عسكري. يعني نريد الجيش القادر على خوض غمار الحروب، وإذا انهزم انهزم بكرامة. يعني كما تقول هزيمة تشاد هذه مش هزيمة، هذه فضيحة، يعني كارثة هذه، يعني تنهزم الجيوش في العالم كله حتى ألمانيا وانظر منه وكذا، لكن هزيمة يعني مبلوعة شوية، لكن تشاد مذبحة. يعني تحط تدفن لي 10,000 بني آدم ولا لا في رمال الصحراء وتروح، يعني وتقول لي والله، وقدام من عاد؟ قدام أوروبا، قدام فرنسا، قدام تشاديين يعني مساكين، يعني إمكانياتهم لا شيء، سيارة تويوتا هني. يعني إذا هزم هزم بكرامة ومعقولية وعسكرية، ويقبل الهزيمة إذا هزم، يقبل الهزيمة ويدرس أسبابها ويعترف بها ويوثقها ويعطي حقوق الموتى والشهداء حقا في الدفن، في التعويض المادي، في الإعلان. هل استمعت أي واحد اعتذر على حرب تشاد من قادة حرب تشاد؟ طيب، من قادة حرب أوغندا. لكن ربما لازم سأتركك تكمل يعني، لكن ونحن نتحدث يعني ونناقش هذه القضايا، ربما يتبادل لذهن المشاهد أنك كأنك تدعو إلى عصيان الأوامر. نعم. إلى يعني كيف هذه المؤسسات العسكرية مبنية على الانضباطية وعلى الطاعة؟ الأصل في القوات المسلحة المهام، تحديد المهام. لما نخش جندي ولا ضابط ولا نخش كل عسكرية ولا كذا، ما هي مهامي كجيش؟ حاجة مش مهامي ما ندرهاش. معقولة نخش مهام الجيش قتل المدنيين وقتل الليبيين واغتصاب وسرقة ومش عارف إيش وتدمير مدن وسحق ناس؟ لا يا سيدي، ما خشناش المؤسسة هذه. المهام التي أمامك هي تدافع الأرض، تغزو يا سيدي ولا تحارب أو تدافع، أو لابد تحديد مهامي. أنا مش عصابة، أنا مش مجرم قاتل، أنا نخش نقتل أبناء وطني ونخش نقتل مدني ونحرقها، كيف ما لجيش؟ أنا جيش يدافع الوطن، مش يحرقها. طيب، مش يحطمها. لكن ربما هذه أيضا مما يتبادر إلى ذهنك أنك تدعو إلى مثاليات ربما لا يمكن أن توجد في الواقع. أي مثاليات يا سيدي؟ جيوش الناس غير المسلمين، جيوش الروس، جيوش أمريكا، جيوش الغرب، جيوش الصين، جيوش يعني يحرقوا في الشعب ويهدموا فيه ويفشخوا فيه 24 ساعة، ما يدروش في الاستعراضات ويغتصبوا فيه نسام، تنهارك أسود تقرب حاجة كجندي يا رجل، تؤدم تقتل أنت كجندي واحد. يعني جيوشنا ليست جيوش، أنا أتكلم على فكرة أغلب الجيوش العربية عصا في يد الأنظمة، وحقيقة هناك تجهيل طيب، مقصود للجندي وتجهيل مقصود للضابط وتجهيل مقصود واتجاه يعني نعم. البعض يرى أن نحن كشعوب تقارنتنا بشعوب ربما الأوروبية وشعوب العالم الأول إن صح التعبير، يقول نحن يعني شعوب متخلفة، يعني لا يمكن أن نستقيم إلا بوجود هذه العصا الذي أنت تنتقده. لا يعني محتاجين لعصا حتى. هذا ما يريدنا الطغاة، هذا ما يريد الطغاة، يريدنا مجموعة. هذا كلام لنخب ربما بعض أعضاء حتى مجلس النواب يقولون هذا الكلام. هذا أصلا هو كلمة مجلس عضو مجلس نواب، هذا أصلا لا يستحقها يعني للأسف الشديد. يعني هو وصل إلى أن أصبح مجلسنا، وصل على أكتاف، تسلق أكفان الشهداء ووصل إلى مجلس النواب ماشي، وبدأ يرد. نحن أصحاب رسالة وحضارة نثق في أنفسنا، نحن أصحاب رسالة، نحن الذين يغير الآخرين، مش مثلنا الآخرين. طيب إذا استكملنا نعم، إذا نريد الجيش القادر على خوض عمار الحروب، وإذا انهزم انهزم بكرامة ويقبل الهزيمة ويدرس أسبابها ويعترف بها ويوثقها ويحاسب المقصرين، وإذا انتصر لا يبغي ولا يطغى ولا يغتصب ولا يحرق الحجر والجثث والشجر ولا يعبث في الأرض فسادا. يعني نريد الجيش الذي يحب المواطن والبلاد والوطن، نريد الجيش الذي يعرف الذي يعرف مهام الجيوش وأهدافه وواجباته. أريد أن أقف هنا وأذكر هذا المقال قبل ما يسمى بعملية الكرم 1 سبتمبر 2013، فليست ردود فعل
لأي شيء، والحمد لله ذلك فضل الله يعني. ماشي الحال، نريد الجيش الذي يرفض أن يتحول إلى عصا غليظة في أيدي الحكام والأنظمة والحكومات، يرهبون بها الناس تحت أي ظرف وبأي حجة، أو أن يتحول إلى طاووس، جيش طاووس يستعرض به الطغاة عضلاتهم ويتباهون طيب. به أمام شعوبهم. نريد الجيش الذي يرفض أن يوجه بنادقه إلى صدور المدنيين مهما كانت الأسباب. نريد جيش يؤمن بوحدة ليبيا ولا لا، أرضا وتاريخا وبشرا، ويحافظ على وحدة البلاد والوطن والعباد. لا نريد جيش الكم، نريد جيش التقنية الحديثة والاستراتيجيات الحديثة والتدريبات الحديثة وقبل ذلك والأسلحة الحديثة، الأخلاق الرفيعة، الأخلاق القتالية، أخلاق الفرسان. نعم. طيب لم يتبقى لدي إلا أقل من دقيقتان في الحقيقة. الحلقة كلها. نعم. والأمن، المؤسسة الأمنية. للأسف الشديد أريد أن أسألك يعني حول طيب هذه المعايير، يعني كيف يمكن أن نصل إليها يعني؟ بالتدريب سيدي، لما خششوك في الأساس. من يقوم بذلك؟ يفترض أن نحن، لأننا حقيقة دفعنا ثمن كبير الوطن، هالدماء وهالشباب وهالصدمات، ولا لا حل أقل للأحفاد، ولا لا نبدأ بتأسيس جيش جديد. هناك من يقول نفعل الجيش، مش عارف نعيد تأهيل الجيش. من يقوم ببناء هذا الجيش؟ هل هو المؤتمر؟ هل هي الحكومة؟ حكومة الإنقاذ، حكومة السراج، حكومة عبد الله الثني، مجلس النواب حفتر، من يقوم بذلك؟ مجلس الدولة، مش عارف. نعم. يعني كثرة الهيئات. هذا سؤال ربما يتبادل. نعم سيدي الكريم، والله إرادة الشعوب تحقق ما تريد، إذا أدركنا مسؤوليتنا وأدركنا الثمن الذي دفعه الوطن في هذه الثورة. والحمد لله ربي أنقذنا من 40 سنة من الطاغوت، مش هنقوله يعني متعين 40 إسرائيل لما ربي نجاهم ولا لا. قعدوا 40 سنة في التيه، طلعوا وقالوا آتي لنا بمش عارف كما لهم آلهة. يعني لابد أن نفرض إرادتنا، وأن أشجع إخواننا الضباط الآن في القوات المسلحة اللي مع الثورة ولا لا، أن يبادروا ببناء الجيش الآن. ما ترجع لكوبلر، لا ترجع عيسى، لا موسى. طيب. أبدأ في بناء الجيش على هذه المعايير من الآن، ويكون في القسم، في القسم الجندي أو الضابط أقسم بالله العظيم جزء منها ولا لا، ألا أخالف عقيدة الناس، وألا أغتصب، وألا أقتل، وألا أقتل بريء ولا مدني، ولا أخالف ولا أوجه ولا أوجه سلاحي ولا لا إلى مدني ولا إلى المواطن متاعي. نعم. ربما الحديث عن المؤسسة الأمنية دكتور فتحي الفاضلي لا يبتعد كثيرا عن الحديث عن المؤسسة العسكرية في عهد القذافي، حيث كانت جميعها متشابهة. نعم. وأسوأ طبعا، المؤسسة الأمنية أسوأ كان من ضمن هذه الحقة نتحدث أنا، لن قدر الله. نعم. ربما في فرصة أخرى دكتور فتحي الفاضلي، شكرا جزيلا لك على إتاحة هذه الفرصة لنناقشك في بعض ما كتبته في هذا الخصوص. كما نشكركم أعزائي المشاهدين لطيب متابعتكم. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكركم، ودمتم في أمان الله. بارك الله فيك. شكرا لك. بارك الله.